بعد رحلة طويلة بدأت الساعة 7 صباحا. الآن الساعة 7 مساء بعد أن تجولنا في مقاطعة سونيك وزرنا الجسر المتأرجح وزرنا أطول تلفريك في العالم. بسبب كثرة السواح اضطرينا أن اليوم ننقسم قسمين، قسم في هذا المكان وأنا من ضمنهم، وقسم آخر في شاليهات أخرى. هذه عبارة عن بعض الشاليهات المصنوعة من الخشب في هذه الغابة في منطقة داتيب، والآن سأدخل داخل الغرفة لنصور لكم ما موجود فيه. هذا هو شاليه الخاص بي. سرير وكل شيء من خشب وتلفزيون بلازما. هذا ما موجود في هذا الكوخ الصغير الجميل. الأكواخ ليست فقط في الروايات والأساطير القديمة، الأكواخ والشاليهات لحد الآن موجودة ويمكنكم الاستمتاع بالإقامة فيه ليلة أو ليلتان فيما لو اتصلتم بأغراض للسياحة. وهذا إفطار أيضا جاهز في هذا المكان البسيط الذي قضينا فيه ليلة، وإن شاء الله اليوم سنستأنف رحلتنا. بيض، جبن على زبد، مربى وشاي ولبن الموجود. تفضلوا معنا. يا الله.